الارهاب من وين بتحارب؟ اذا حولتوا الجامعات فقط لاولاد الاغنياء ما راح يكفينا لا قوات درك ولا قوات مكافحه ارهاب ولا اربع خمس اجهزه مخابرات قد الموجود. الارهاب بتكافح بالعلم مش بالسلاح. لا تضيقوا على الطلاب ولا تضيقوا على الناس، وطلعوا ايديكم من جيوب الناس من حلوق الناس. يعطيكم العافيه ومعكم ان شاء الله حتى تنتصروا لانه انت عنا. يعيش الشعب الاردني العظيم، يعيش الشعب الاردني العظيم، يعيش الشعب الاردني العظيم. انتوا بتحكوا مع تصميم للناس اللي ما كانت معنا ايام الاعتصام.